بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتم تشوفوا الفيديو بتاعي النهاردة كده مع بعض في المطبخ. بنعمل حاجة حلوة بمناسبة الجو الحر النار اللي احنا فيه ده. قررت اعمل لهم النهاردة رز بلبن ان شاء الله. جبت كده اللبن، ده كيلو الا ربع من اللبن، حطاه يغلي على النار، اللبن البلدي بتاعنا الجاموسي. ومعايا هنا كوباية الا ربع من الرز، كنت غسلها ونقعها، غسلتها كويس جدا ونقعتها لان ياخد المية بتاعتها هسويها فيها، وكمان هزود عليها شوية من المية. هنرفع بقى الرز بتاعنا على النار ونسيبه يستوي اهو كده زي ما انتوا شايفين، وزودت المية واللبن بتاعي قرب يغلي اهو زي ما انتوا شايفين. هسيب الرز وهقلب فيه طبعا، وبعد ما يغلي ههدي عليه النار وافضل اقلب فيه عشان ما يلزقش معايا في الحله. هتاكلوا ان شاء الله احلى رز بلبن بتكات المحلات ولا اروع. خليكم معايا كده ومتابعين، ويا ريت اللي اول مره يشوفني يشرفني كده باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، ويختار الكل عشان يوصلوا كل اشعار مني بكل جديد بنزله. وما تنسونيش باللايك لو انتم مشتركين بالفعل. زي ما انتم شايفين كده الرز اخد نص تسويه، وابتديت انزل السكر. السكر بقى حسب الرغبه، هقلبه عشان وهو بيستوي كده يشرب من السكر ويبقى طعمه جميل اهو زي ما انتم شايفين كده نص توطيه كده، وبفضل ايه جنبه مبشري. الرز بتاعنا بالفعل استوى اهو زي ما انتم شايفينه كده، يعني بقى زي المهري خالص كده. دي التسويه ودي الدرجه من التسويه اللي انا عايزاها. بعد ما استوى كده هبتدي انزل عليه باللبن، كل كمية اللبن بتاعتنا، ما تستخسريش بالقشطة بتاعته زي ما انت شايفينها كده نزلت. نزلي كل اللبن وقلبيه لما ايه يغلي كويس مع الرز. وطبعا التقليب ما زال مستمر، اهم حاجة نقلب كده وايه ونجيب اللي في القعر عشان ما يلزقش مننا. اللبن بتاعي غلي مع الرز بالشكل الجميل ده، ظبطت السكر طبعا. معي هنا كوباية مجهزة بقى الاضافات الجميلة اللي هتديله التكة الجميلة بتاعت المحلات. معي كريم شانتي ده خام مش مفهوش سكر، ومعي النشا اهو زي ما انتم شايفينها، ومعي الفانيليا، فانيليا دي الفانيليا الفانيليا البواكي، ومعايا هنا الموارد. هبتدي احط معلقتين حلوين كده من الكريم شانتي على معلقتين من النشا، وهدوبهم كويس جدا في حبة مية كده عشان انزل بيهم على الرز اهو زي ما انتم شايفينه كده. اللبن غلى كويس وبقى تمام كده داخل على السوى، ونزلنا عليه بالنشا بتاعتي والكريم شانتي. جربي الطريقه دي ان شاء الله تعجبك وتديكي النتيجه اللي انت عايزاها. وطبعا نزلنا عليه بالموارد وبالفانيليا حسب الرغبه، بس بيدوله طعم وجمال وريحه مش قادره اقول لكم. خلاص معايا رز بلبن وسبته هدا، حضرت السلاطين اللي انا هفضي فيها او بولات ايا من كان بقى انت عايزه تفضيه في ايه، وفضيته بالشكل الجميل ده. بس انا الاولاد عندي او زي ما شايفين الحله بقول لكم من التقليب مش لازق فيها غير حاجات يعني لا تذكر خالص، كريمي او مو كريمي وجميل وطعم وريحه. حابه بقى تحطي على الوش مكسرات، حابه تحطي جوز هند حسب الرغبه. ممكن تعملي جراتان في قوارب فخار او البولات الفخار دي بيبقى جميل جدا. كده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.